السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. مبدئيا كنعتذر على الصوت حقاش ضربني شويه ديال البرد من البارح تقريبا بالليل، ولكن خدينا بعض المضادات الحيويه باش نرجعوا للعافيه ديالنا في اقرب وقت ممكن. المهم اليوم غادي نهضروا على مواضيع مهمه جدا كتخص بالمتخوطين المغربي، تحديدا محاكم زياش وابراهيم دياز، وكيفاش خاص الكريكي والدي يتعامل مع الثنائي تحديدا، اضافه الى بزاف ديال الاخبار والتفاصيل اللي غادي نبارطاجي معكم بالمختصر المفيد. ولكن قبل ما نبداو، بما اننا هضرنا البارح على دياز والاعلام وداكشي اللي وقع معاه والى اخره، كنسير في السوشيال ميديا كنتصادف مع واحد مقطع فيديو ديال واحد القناه راه مشهوره بزاف، ما كاينش مغربي ما عارفاش بدون ديك الاسم ديالها طبعا. المهم قناه شاهد التلفاز دغيا دخلت لك على ثلاثي المنتخب اللي كما كيبان لكم بالواضع، اللي هما الياس بن صغير، يوسف الخديم وامين عدلي. نخليكم بعدا اولا تشاهدوا هذا المقطع اللي فيه 15 ثانية فقط، راه قصر بزاف. يعني كما شفتوا راه الفيديو واضح جدا واللي كيطرح عده تساؤلات، اهمها كيفاش بعدا الصحفيه قدرت تدخل عند اللاعبين. ما علينا، خليونا غير مع الواضح لينا في الصوره، وهنا كنهضر على الياس بن صغير اللي فور ما شاف الكاميرا موجهه اليه وسمع لايف قلب لك سيد سعود وهرب وكانه كيقول لهم انا ما معاكمش. وهاد النوضه او الانسحاب ديال بن صغير ان دالت وكدل على ان الصحفيه ما خداش الاذن نهائيا باش تصور مع اللاعبين. وحتى عدلي امين ويوسف الخديم، خصوصا عدلي من طريقه الحركات ديالو كتحس به ما كانش مرتاح ومتفاجئ بهذا الموقف. المهم اللي باغي نوصل هو بحال هاد الامور راه كضايق اللاعبين بزاف، بحال اللي طرا مع بن صغير مثلا اللي اول مره كيلتحق بالمنتخب. طبعا اخذ تصريحات من اللاعبين هذاك حق مشروع اكيد ولا نقاش فيه، ولكن عاوتاني ماشي بمثل تلك الطريقه اللي شفنا البارح، خاص لابد يكون داكشي احترافي اكثر ويلاق باللاعب ايضا. لهذا حب داكو كان اتفاق على تنظيم مؤتمر صحفي بعقله يجمعوا فيه ابراهيم دياز، اليس اخو ماشي، يوسف الخديم، واليس بن صغير. كان اكيد غادي يكون افضل بكثير، ونيت باش يحسوا بنفس الاهميه كاملين، ويا سلام لو كانوا مع اسئله احترافيه تليق بالحدث. ماشي تم سباق والتدافع وكانوا متابعين شي واحد خارج من المحكمه ماشي يلعب كره قدم. راه اخذ تصريحات من لاعبين عنده اصول وقواعد خاص لابد الالتزام بها. دابا نمر الى موضوع مهم جدا كيخص دياز وما بعد التحاقه بالمنتخب والوضعيه ديالو في حضر الزياش وما الى ذلك. بمعنى اخر، من هو النجم الاول للمنتخب المغربي؟ واش دياز فعلا خطف كل الادوار؟ فباش نجاوب على السؤال غادي نبداو من ازر ومن ذاك الاستقبال الكبير اللي حظى به البارحه ابراهيم واللي عمرو دار في تاريخ الكره المغربيه لشي لاعب اخر. بل ومازال غادي نشوفوا الاستقبال ديال بصح في ملعب اكادير ضد انغولا، زائد غالبا وبنسبه كبيره جدا غادي ياخذ رقم 10 من حارس امين، وهذا الشيء اولا بعدا ومبدئيا ما خاصوش يخليه يتغار طبعا. ودياز اصلا ماشي من ديك النوعيه ديال اللاعبين اللي دغيا يحس براسو قطع الواد ومشوا رجليه. والاهم من هادشي كامل اللي ذكرنا وهذا هو الموضوع الرئيسي ديالنا، وهو دياز خاصو يعرف بان زياش حكيم هو النجم الاول ديال المنتخب لعده اسباب سنسردها لكم لاحقا. وبين قوسين فاش كنقولوا النجم الاول ماشي غير كرويا فقط، بل حتى الاهميه ديالو في الفيستير اي الدور ديالو خارج الملعب بصفه عامه. بمعنى اي منتخب او نادي كما كان كتلقى فيه نجم واحد فقط وما كاينش نهائيا جوج نجوم في نفس الليفل، وهذا النجم بطبيعته دائما كتكون عنده ميزه ان الكلمه ديالو كتكون مسموعه بزاف، فرد نفسه وشخصيته الكل كيحترمه، وهذا هو الاهم وبيت القصيد. لهذا واخا ما كيكونش هو الكابيتان وكيكون اليد اليمنى للمدرب في السيطره والحفاظ على الانضباط داخل غرفه خلع الملابس، لان شرط العماده كما عارفين ما كتعطاش في العموم المطلق للنجم الاول، لان ببساطه شديده جدا ما عندهاش معايير محدده. يمكن تعطي لي لاعب اللي عنده الاقدميه في الفريق اي عنده خبره، او تعطي لي لاعب يمكن يكون حتى صغير في السن بحكم انه كتكون عنده شخصيه كبيره وقويه داخل الملعب، كما ان يمكن تعطي لي النجم الاول بكل بساطه. يعني شرط الكابتن لا تساوي في المجمل او حامله كيكون بالضروره نجم الفريق الاول. كمثال رونالدو مع اليوفي ما كانش الكابيتان ولكن كان هو النجم الاول ديال الفريق واللي كان متحكم طبعا في الفيستير. تمام الامر كينطبق مع حكيم زياش في المنتخب المغربي، بمعنى غنمسيس هو الكابيتان ولكن نجم من نجوم المنتخب وليس النجم الاول، وهذا يعي جيدا الكابيتان وغانا. المهم برايم دياز بمكانته العالميه والنادي الكبير اللي كيلعب فيه كريال مدريد خاصو كذلك هو الاخر يعرف بان حكيم هو النمبر 1 في المنتخب، وهنا تحديدا في غادي يجي الدور اركراكي وليد اللي كما عارفينو كاملين كمغاربه هو رجل التواصل بامتياز، وهاد التفاصيل اكيد غادي تكون محور نقاش بينه وبين دياز. لهذا الاخير اصلا عايش هادشي مع نادي الملكي اللي مدجج بنجوم، ونزيدكم والايام وبيننا غادي تاكد هادشي اللي غادي نقول حاليا على ان دياز وزياش غادي تكون بيناتهم كميه كبيره بزاف، خصوصا ان الشخصيه ديالهم متقاربه الى حد كبير بحيث الطبع ديالهم كما عارفين هادئ جدا وعمرك تسمع عليهم نهائيا خلقوا لك شي مشاكل. من الاخر ومن هادشي كامل نجم الاول ديال المنتخب ماشي غير بالاسم او النادي اللي كتلعب فيه فقط، بل النجم هو شنو عطيتي للفريق او المنتخب ديالك، النجم هو اللي عنده تضحيات ومواقف وزيد على ذلك. وهادشي راه شاهدناه مع حكيم من نهار تحدى لك هولندا بالاتحاد والاعلام ديالهم، بل وحتى الجماهير في واحد الوقيته اللي كانت كتضايقوا في الملعب فاش كان كيلعب مع اياكس، وهادشي كامل داروا طبعا حبا للمغرب وتمثيل المنتخب. وكذلك غير مؤخرا اكدنا بان حكيم رغم انه يلاه كان راجع من الاصابه الا انه الح باش يلتحق بهذا المعسكر. المهم هذه كانت وجهه نظري في هذا الموضوع ولكم طبعا واسع النظر. وبمناسبه اننا هضرنا على حكيم في اليوم عيد ميلاده 31 سنه، والمفارقه هو ديما كيحتفل به مع المنتخب بحكم ان تاريخ ميلاده هو 19 مارس اللي كيجي كما عارفين مع التوقف الدولي. طبعا كنقولوا لحكيم عيد ميلاد سعيد. اما بالنسبه للاستعدادات ديال المنتخب الوطني المغربي فالبارح كانوا داروا اول حصه تدريب اللي ركز فيها الكراكي وليد على الجانب التقني وكذلك لازاله العيا، وهذه الحصه كان متواجد فيها الاسماء الجديده اللي
كانت التحقت بالمنتخب على راسهم طبعا ابراهيم دياز اضافه الى اليس بن صغير يوسف الخديم اليس اخو ماج وكذلك العائد للمنتخب سوفي رحيمي وايضا كانت اليوم كذلك حصه تدريبيه للمنتخب.